سلام المسيح معكم مشاهدينا عبر شاشة نور الشرق ونور سات. من بدايات الكون كانت خيرات من الطبيعة. منشوف بسفر التكوين الفصل الأول إنه الإنسان كان يأكل العشب مثله مثل الوحوش، ولكن بعد الطوفان سمح له بأكل اللحوم، مع إنه أشعيا اتطلع لوقت بيأكل الأسد مع العجل الطعام نفسه. لكن بدأت التصورات والتساؤلات حول أي حيوان ممكن يأكلوه وأي حيوان ما بيتاكل، وحاول سفر اللاويين يميز بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس. وهيك حتى اليوم، سواء بالعالم اليهودي أو العالم الهندي أو العالم العربي، هناك يلي بيعتبروا بعض أنواع حيوانات نجسة وما بيأكلوا منها. وإجا وقت اعتبروا بعض الناس أنهم بيتنجسوا إذا سلموا على إنسان من غير دين أو من غير طبقة، مثل ما هو الوضع خاصة بالهند مع طبقات متعددة بتختلف بين مقاطعة ومقاطعة. بزمن يسوع كانوا الفارسيين يمتنعوا عن أكل أي طعام، وما بيسلموا على الخاطي والعشار، وما بيأكلوا معهم، وبعدهم لحد اليوم ما بيمشوا بالشارع من أجل صلاة السبت، وإلا هني وعم بيلاصقوا الحيط حتى ما يلمسهم ظل إنسان آخر. ولما بيرجعوا من السوق بيغسلوا إيديهم والأطعمة حتى ما يتنجسوا. هالعادات اليهودية بعدها حاضرة بمجتمعنا، أما الإنجيل فترك كل هالأمور جانبا وقري سفر التكوين الفصل الأول، فسمع أنه كل يلي خلقه الله حسنا، لبل حسنا جدا. إذن ما بقى فينا نعتبر أنه الوثنة بعيد عن الله ونحن قراب. كلنا صرنا أبناء وبنات الله من بعد ما صارت الشريعة حاجز بين اليهودي وغير اليهودي، بين ابن هالديانة أو غيره، بين ابن هالمذهب أو غيره. ألغى يسوع جدار العداوة بين البشر. ولكن وبعد 2000 سنة على مجيء المسيح وانتشار الإنجيل، بعد الحواجز وجدران العداوة موجودة. أمتى رح نفهم كلام السيد المسيح يلي علمنا بمثله أولا، فلمس الأبرص ومخاف أنه تلمسوا الناس فيه، وخصوصا إجوا الرعاة يلي كانوا يعتبروا نجسين، فكانوا أول من بشر بميلاد يسوع وأول من سمع نشيد الملائكة: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. بين الطاهر والنجس هو عنوان حلقة اليوم من برنامج الكلمة، انطلاقا من إنجيل مرقس الفصل 7 من الآية الأولى للآية 13، ودايما مع المونسيور الدكتور بولس الفغالي، دكتوراه لاهوت، دكتوراه تاريخ أديان، دبلوم عالي كتاب مقدس. مونسيور أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. فإذا عنواننا لليوم هو بين الطاهر والنجس، وبذكر المشاهدين أنه رح نكون عم نقرأ الفصل 7 من إنجيل مرقس من الآية الأولى للآية 13. تفضل مونسيور، الكلمة لك. مرسي. خلينا إياكم أيها المشاهدون الأعزاء، يحا هيدا يعملنا هيك بطريقة خطاب. واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم. شوفوا أول شيء من إني الفريسيون. مين الفريسيون؟ الفريسيون هن الكلمة هاي سرياني أو أرامي، يعني المنفصلون، أبدا منفصلون على البقية كله سوا. مثل ما قلنا بالمقدمة هون واضح جدا، هن ما بيسلموا على الناس، بينتبهوا على الأكل، بينتبهوا على الشرب. هالفريسيين فريشي مفصولي مفصولي، نحن ما منتعاطى مع بقية الناس. عفوا مثلا الفارسيين هن كانوا من عامة العالم الشعب أو الشعب. كانوا إيه؟ لا مش كهنة، عامة الشعب إيه؟ كلهم هودي الكهنة شيء، الكهنة شيء. كان في مجموعة بالكهنة 24 ألف كاهن، وفي عظيم الكهنة
مأكد هوديك كانوا كهنة وعملهم بالهيكل ما عندهم مشكلة هن لأنه ما حدا في فوت كان مقسم الهيكل حسألت السؤال كان مقسم الهيكل أول شيء عندي لنا قدس الأقداس ما حدا بيفوت علي إلا رئيس الكهنة مرة بالسنة بيرجع عندك القدس يعني المكان المقدس هونيك كانوا يقدموا الذبائح ويقدموا البخور وما حدا بيوصل لهونيك إلا الكهنة يعني إذا علماني طلع لهونيك يقتل يقتل مطرح منه بعدين بيجي خط رواق الرجال بعدين النساء بعدين الغرباء يعني مش مناش مخدونين إذا ما في خوف إنه يتنجسوا لأنه كل واحد بيعرف وين مركزه وين مركزه حتى نحن بكنايس تضلوا بدي طويلة يبقوا رجال فأول شيء والنسوان هلأ بعش كيف صاروا بس بعدهم بعض الكنائس الشرقية أو الإثيوبية بعدهم مفصولين عن بعضهم ما في إيه. ما كان في أي خوف هلأ هودي اثنين عندنا أول شيء الفريسيون اللي هن أنقياء مثلا بيجي بيقول صاحبنا لما بيجي الفريسي والعشار بيجي لوقا أشكرك ربي لست من هؤلاء الناس الخطأ ولا مثل هذا العشار فأنا أصوم في الأسبوع مرتين وأعشر أموالي إذن عنده بعض الممارسات ولكن عمل حاله أنه غير بقية الناس ومعلمي الشريعة يعني هودي اللي بيكتبوا البعض ما كان في مطبعة الكتبة كمان بسموهم الكتبة الكتبة إيه إن الكتبة بغير تفسير في الكتبة أو السفرة عندك كثير أشياء من سفر الكتاب بالعربي يعني كتبه فاز في عندك السفرة في الكتبة وهون معلمي الشريعة ليش معلمي الشريعة لأنه هن كانوا ينسخوا الشريعة نسخة 2 3 4 10 وعد ما كانوا ينسخوها كانوا يعرفوها يحفظوها على الغير إذا هودي القادمين من أورشليم وبس الأور القادمين من أورشليم يعني هودي الأشخاص مميزين على البقية كلها كان يعتبروا اليهود بالجليل هودي ماشي هودي معترين بيغلطوا مش بدنا منهم هودي وحتى لهجتهم مش منيحة إلى آخره فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيدي نجسة أي غير مغسولة في أول معنى مؤكد نحن مغسل إيدينا مثلا كنا مطرع بنغسل إيدينا بكل بساطة بس هوني في معنى ديني والمعنى الديني هو أنت إيدك نجسة ليش؟ لأنك مرقت بالشارع اشتريت أغراض سلمت على الناس صارت إيدك نجسة بدك قضية دينية مش نظافة يعني هنا نجسة مش بمعنى بس انه وسخة ما ولكن الا وسخة قصد هلا هون الانجيل نجسة يعني دينيا ما لكن حق تاكلوا غير ما تغسلوا ايديكم كأنه رايحين على هيكل بس اليوم بتعرفوا بتوضوا هاي التوضيئة يعني نحن بدنا نغسل ايدينا فلاموه شوفوا هوني أول شيء هني جايين تناخد الفكرة هني جايين حتى يهاجموا يسوع بس وبدنا يهاجموا هاجموا بتلميذه إيه هذا فلاموه لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء فهم نشوف كلمة القدماء في كلمتين تقاليد والقدماء أول شيء القدماء يعني هيك كانوا يعملوا بتمقلم المقدمة نحن قضية الحيوان النجس والحيوان الطاهر الطعام النجس والطعام الطاهر هيدي ما بنعرف إمتى 100,000 سنة 200,000 سنة تقبلوا الناس هونها تقبلوا الناس مش بس هيك بأمريكا الجنوبية أو أمريكا قبل ما راحوا ليا الأوروبية كما كانوا شي زيته إذا الأشياء القدماء هيك كانوا يعملوا وهيك بنضل نعمل نحن ليش؟ لأنه بالماضي كانوا منفصلين عن بعضهم حتى إذا شفت مثلا بالجزيرة العربية أو كل هالشرق كان كل قبيلة عيش وحدها
ما في اتصال مع بعضهم، إذا في اتصال على السلب وعلى النهب وعلى القتال. ما في، هاي الأرض لنا، هاي الأرض لنا، وهاي دي ما حدا بيقرب عليها أبدا. من هاك اللي بيقرب هون في أعشاب وفي مي، كان في انفصال بين الناس. وكتير مهمة هيدي من هاي القدماء. بعدين التقاليد، ما في أبشع تقليد حلو إذا كان ما بيرجعنا لورا. يعني هاي كانت تعمل ست ست ستة، بدي أعمل مثلها، فهمتي كيف؟ أو كان يعمل جد جد جدة، مثلا جد جد كان يلبس شروال، لازم ألبس، أرجع ألبس شروال. مثلا كنت عم بقرا امبارح كتاب حلو كتير، نحن مثلا لاتين، كيف بيعمدوا اللاتين؟ اللاتين بيرشوا شوية مي على رأس الولد، وكل الكنائس اللي مشت ورا روما بتعمل الشي زيته. هلا في كنائس الولد بيغطسوا كله سوا، بيغطسوا نعم. كله سوا. ايه. بس اذا عندك واحد كبير شو بنعمل فيه؟ شفت كيف؟ صار في غير شيء. بالماضي شو كان يعمل بالماضي؟ بالماضي كان ينزلوا بدرج يمروا بالمي كلهم سوا وعريانين، يعني في الشماسة ترافق المرأة والشماسة ترافق الرجال كانوا كبار، ويطلعوا من تاني جهة لابسين الثوب الأبيض. إذا في واحد مطران أمريكاني قال بده يعيد هالشغلة هيدي. إيه، أشقالت جريدة عنه، قالت إيه، هاتوا رجع يعمدهم بالماء، كانوا كان يعمدهم بغير شيء بالأول. يعني في أشياء اللي بترجع عليها تعمل أركيولوجي. تعمل أركيولوجي، لأن أش فكرة إنه كثرة المي بتعطيك إيمان. المي منا رمز. المي منا رمز. وعلى كل حال أنتم وصلتوا لهان، ما بعرف فيك أن ترجعوا لورا. اللي عم يعملوا هالشيء عم يعملوا شيء، بس بتمنى اليوم إذا واحد شاب شو بنعمل فيه؟ كيف نعمل؟ في يلقطوا الخوري ويفوتوا بالمي؟ صعب شوي. إذا لما التقليد بيرجعنا لورا هذا شيء عاطل. أبدا. بكل شيء، حتى إذا عم نعمل أشياء مثلا في تراتيل، مش عم نشوف ترتيل عمره 6000 سنة. خلاص. الناس تمشي لقدام، في تطور. في لغة، يا مثلا إذا بتاخذي كتاب مقدس بس مترجم من 150 سنة لسه باش تفهمه، لأنه اللغة تغيرت، اللغة تغيرت، بتبقى اللغة يهم اللغة معقدة. اللغة قد ما كانت بسيطة، شوف مثلا نقرأ هون هالبساطة أبدش لقاموس ولا شيء. في بعض المرات بده يحطوا قاموس يعرفوا إيش معناتها هالكلمة. شوف شو بشع. فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. إذا بدي بالأساس هي للنظافة، هذا شيء كتير طبيعي، طبيعي في أحلى منه، خاصة اليوم على هالمواد اللي بحطوها الناس بيغسلوها ببرودوي صاروا. بس تشوفي هوني كله سوا. ويمكن قديما كان هالتركيز على هالنظافة، ما لانه كمان ما كان عندهم يعني هالقد ينتبهوا يمكن او يعرفوا انه هيدي انتك صفتك ست عم تهتمي بهالامور بالنظافه لما بنرجع على البيت. تخيل كثير في رجال عندهم نظافه مثل الستات، ما بدناش نحكي عنها هلا، بقوم علي كلها سوا. واذا رجعوا من السوق لا ياكلون الا اذا غسلوا. وهناك اشياء اخرى كثيره توارثوها ليعملوا بها. رجعنا التقليد، القدماء تورثوها. هون شو مهم؟ مهم جدا انه لما اقول هالشيء ورثناه نحن، يعني مش عم فكر نحن، نحن ماشي مثل النمل. اليوم الوضع كله تغير، باش تقولي نحن بحس كانوا يعملوا هاي نحن بنعمل هيك. وهذا بشع كتير، خاصة بكنايسنا. كل مرة بنتعلم الاشياء اللي عمرها 2000 سنة او 1500 سنة، علامة نحن ما تطورنا. وهذا علامة بشعة جدا، لأنه الروح القدس اللي نزل على رسل يوم العنصرة، اللي عطى آباء الكنيسة عطاهم شيء، أو لك روح القدس مش موجود خلاص مؤكد. لذلك اليوم الروح القدس بها. ومن أهم شيء لما الكل بقلنا المزمور وبتقلنا الرسالة، اليوم إذا سمعتم صوته. فإذا نحن لما كنا وردنا هالشغلة
وتقليد قديم، وهك كانوا يعملوا، معناتها نحن ما تطورنا ولا عندنا ثقه بالروح القدس. كثير مهمه هي. نعم، بس هلا مونسيور لما بده يحصل تطور ما بيلغي كل شيء توارثناه، او يعني اوقات انه مضطرين ناخذ الاشياء اللي توارثناها لنبني عليها ونتقدم، والا لنرجع نبلش من البدايه. ف يعني مش كل شيء توارثناه هو دائما بيكون غلط، لا سيما انه هون يعني بعد ما شفت فيها شيء يعني بيبين على طهر او على تقليد غلط. يعني هي انه يعني مثل ما حكينا انه يعني بديهي انه الواحد يكون عم بيغسل ايديه لما بيرجع من السوق، او عم بيغسل الاطعمه قبل ما ياكلها. يعني ما لها علاقه كثير بطبع ديني قد ما هي كانه الكتاب هون عم بيعطي اكثر نصائح تطبيقيه عمليه لكل يوم. يرحم موتاك. انت راضيه بهالجواب؟ يا بنتي ما اول شيء قال نجسه. ايه بعد نجسه ما هلا احد مش نظافه، كثير مهمه هيدي كلها سوا هون. شو صاروا هن؟ هي صارت قضيه دينيه، صارت قضيه مناش اجتماعيه. انت معك حق بالمية مليون، بس هي قضيه دينيه يعني يشتغلوا فيها. رح تشوفي بعد هلا، شوفي انطري جواب يسوع يا بنتي، هلا بتشوفي. نعم. اذا هيدي معك حق، مطرح في وسخ وفيش غسيل، بالمية مليون معك حق. بس اليوم هي كلها سوا، رح تشوفوا بعد شوي بانه نجس الانسان، لانه رح تشوفوا بعدين رح يشوفوا كله هذا منجس. يعني بيقلن يسوع بعد شوي انه مش اللي ناكله هو بنجس تمنا، اللي بيطلع من تمنا هذا بنجس، ليس ما يدخل. هذا هو عم ينطلق هون. نعم. اذا بنضل هون معك حق. نعم. بس انت باش تحرص تقرا النص اذا كان هيك. لا لا، نحن هالبدايه هالبدايه يا بنتي، حتى بعدين وصل على اعمق. ما هو اعطاك اول شيء دائما بالانجيل، بيعطيك دائما السوليسيون. ياكلون بايدي نجسه وحده. ثاني شيء، اذا اليوم انت ابنك ما غسل ايدي، بخبر بطرك انه ما غسلش ايدي؟ ها؟ لا، ليش خصوا البترك؟ ما هيدا هو قضية دينية هون. ما هن شو عملوا؟ لا، يا ريتو لاموا يسوع. هن لاموا هون. ما هو بيعطيك دايما بكل، بس بيكون في نص انجيلي بيعطيك من اول السوليسيون. بس كنا عم نحكي من يومين عن يوسف، منتكي بيقول وكان يوسف بارا، معناتها كل الفكر زينة بالنسبة لمريم العذراء مرفوض. لأنه عطاك يعني. إلى الدنيا عطاك قبل ما نحن عطى الجواب. شفت كيف؟ قال لك هون نجسة ولاموا يسوع. ليش حيلوموا يسوع؟ شو دخل يسوع؟ كيف يقول لهم قولوا راسوا إيديكم. فإذا صار في معنى روحي، فهمت كيف؟ نعم. وهلا عم بيقول لك شو كانوا ملبكين المعترين. رح خبرك خبرية صغيرة. مثلا مرة كان في اجتماع باليوم، أنا كنت هونك بالاجتماع بفرنسا يعني. بفرنسا إيه، نهلتي عافيك لأنه ما قلتلاش للناس. إذا باليوم وكان في ناس يهود هونك عاملين مؤتمر، إذا طبخوا حليب وبدن يطبخوا بعد شوي لحم بغيروا الطنجرة، بغيروا الطنجرة كليا، مش بغسلوها، بغيروا الطنجرة. في اشياء ما بتمشي مع اشياء. شفتي كيف؟ يعني قضيه اذا بتشوفي، خاصه الجو اللي عايشينه هون كثير جو بشع، وبعده موجود حد هلا. بعد مثلا في اشياء بعدهم متأيدوا بالتوصيات اللي وارده بسفر اللويين. ايه، اللي بيعطي نصائح وارشادات. ما زادوا عليها، ما زادوا عليها، ما صاروا 613 وصيه. فهمتي كيف؟ نعم. اذا كل هالقضايا التفصيلية بتخرب الناس وبتصيرها عبيد. فهمتي كيف؟ فإذا أخرى توارثوها ليعملوا بها كغسل كؤوس وأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلم الشريعة لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء؟ ما قالوش لماذا تلاميذك لا ينتبهون الى النظافه. اعتبروا انه عم بخالف التقاليد. القدماء هن مكرسين،
الرسيد، بل يتناولون الطعام مش بأيد وسخة، بأيد نجسة تحمل معنى روحي أكثر. أنه فيها معنى روحي لما ما فيش إلا معنى روحي إلا معنى روحي. فأجابهم يسوع، شوفوا هون الجواب، يا مراؤون، مراؤون يعني خبثاء، بتقولوا شيء بتفكروا شيء تاني، هن مش همهم النظافة أو غير نظافة، مش همهم النجاسة، هاجموا يسوع لموه. صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب، هذا الشعب يكرمني بشفتي وأما قلبه فبعيد عني. وهون بيشدد كتير على إشعيا، كتير مهم هالمقطع، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. راح يعطينا بعد شوي هلا يسوع، اذا هودي القدماء ما جايين عند الله، وضعها البشر. ربنا اعطانا 10 وصايا صاروا 613 وصيه، من وين اجوا كلهم سوا؟ وكل شغله، كل تفاصيل، كيف بتغسلوا اشياء عديده، كيف بتغسلوا، كيف بلاش عن نحكي هودي على هوني. بس حتى اشياء حميمه بيعطوك بالتفصيل شو لازم تعملي على المزبوط. شو صار الانسان، راح اعطيك الكلام هلا، شو صار الانسان؟ صار عبد للشريعه، عبد لا 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 امور دقيقه دقيقه جدا جدا. بدك تغسل كذا، وانتبه بعد ما بتحط ايد الشمال بعد ايد اليمين، يعني في اشياء دقيقه جدا جدا. وهذا اللي عاشه المعتر مرقس وعرف يقول له المسيحيه، لك هو كله سوى شيء، غسلوا ايديك مثل ما غسلوا الناس ايديهم. نعم، غسلوا الصحن مثل ما غسلوا الناس. نعم. ايه تك صغيره، انتم تهملون وصيه الله تتمسكون بتقاليد البشر. انتبهتي؟ انت قلتي نحن ما بنرفض التقاليد، صح؟ بس شو عن يعملوا هن؟ هن عن يكبوا وصايا الله ويحطوا التقاليد محلها، عن يكبوا الايمان ويحطوا معه ما ورثوه، مثل احنا بالموتات حبيبتي. يمكن بعدنا لليوم نتصرف هيك مونسنيور بلا ما نعرف، وهذا غلط. بنفكر انه هولي وصايا من الله ونحن عم نطبق وصايا الله، ولكن هي ما في شيء وصايا بس البشر. نحن خدي بالموتى مثلا، كل الاشياء بقولها بالموتى كلها سوا، الموتى العوض بسلام وكذا، والباقي من عمرك والله يرحمه، كلهم سوا ضد ايماننا. نحن اذا كان هالشخص اللي حد منا صار بحضن ربنا، هذا بحضن ربنا، شو هالحاكي كله سوا؟ يبقى الشخص بس مريض سنة اثنين ثلاثة اربعة، ونحن بنقول الراحة الدائمة، اعطيته الراحة، ريحته من هالألم، مثل ابو سيف الرؤيا، منجي نقول له يا حرام عليك الى اخره. هيدي كلها تقاليد بشر وعم بتضيع ايماننا. من هيك يوحنا فبالذهب لما الشافر عم يبكوا قالوا لنا اذا جو الوثنيه ما اكل مش حيصدقوا انكم انتم بتامنوا بالقيامه. فاذا المهم، وهذا اللي وصلنا عليه هلا، تقاليد البشر عن تغلب ايماننا وعن تغلب وصايا الله. نعم. بس مش اقول شيء، بس خدي مثل اقوى، قتل قتيل لازم اخطار. معناتها شو معناتها؟ معناتها تركت وصيه الله واخذت تقاليد البشر. فهمتي كيف؟ بيسلم علي، سلم علي، هي تقاليد البشر. بيصبحني، صبحوا، هي تقاليد البشر. زارني، بزوروا، هي كلها تقاليد البشر. هلا هون فينا نحن نرجع. يا اذا مثلا عملت لك انا كادو، لازم تعملي لي كادو، بلكي انت ما فيش عندك امكانياتي انا. فاذا بعد اليوم، وهذا رح نوصل عليا، كنا مشي التطبيق رح نجي بعد شوي عليا، تقاليد البشر شو بيعملوا الناس، شو بيعملوا الناس نحن بنعمله وبنترك الاساس. شفتي كيف؟ حتى مثلا بالموت اللبس الاسود، ما صاروا زمان جاء اللبس الاسود على على على, على العالم وعلى قرايسنا. المسيحيه الاوائل ما كانوا يلبسوا اسود، لا كانوا ابيض، هيدا منه ما عند الوثنيه، كانوا منه جاي من الوثنيه، يعني اشيه لبس الاسود من الصين. ما بعرف وين اجت، قالوا لي مره نسيتها وين جايه، قلت وين جايه؟
نحن ما كانش عندنا بتشوف الابسيط اسفل كنا نساوي وجعوا القلب بتشوف كانه كيس فحم وماشي ورا بعضها. فهمتي كيف؟ نعم. معناتها نحن معنا نحن تقاليد البشر. الله يعينك اذا ما لبستي اسود فهمتي كيف؟ شو بيعملوا فيك؟ ايه. واليوم صاروا يسووا حالوا الستات يكون اهم شيء الناس بيشوفوهم بيشوفوهم. صحيح. تهملون كلمة خلصت أنا. نعم. تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر. فإذا هون وين عم بيقول لهم يسوع؟ رجعوا للأساس للجوهر للجوهر. ماديا بغسل إيدي وبغسل إجري وبغسل الصحن تبعي، ولكن اليوم في أهم من هيك. أهم من هيك أنتوا جايين تقاتلوني لأنه تلاميذي ما غسلوا إيديهم؟ هبتحرز كذا القد نعملها كلها سوا. نعم. فإذا نحن مونسنيور عنا كتير أسئلة حول هيدي النقطة يلي طرحتها هلأ، ولكن رح ناخد استراحة مشاهدينا وبنرجع لحتى نتابع حلقتنا. خليكن معنا. منتابع مشاهدينا القسم الثاني من حلقتنا لليوم من برنامج الكلمة يلي عنوانها بين الطاهر والنجس. عم نتأمل بإنجيل مرقس الفصل الأول أو الفصل السابع من الآية الأولى للآية 13. مونسنيور كنا وصلنا للآية 8، ولكن قبل ما نكفي خلينا هيك ناخد كم سؤال على هالإشي اللي وردت هلأ. هل اليهود بعدهم لليوم عم بيطبعوا هيدول التقاليد؟ يعني اذا الواحد ما بغسل ايديه بعده يعتبر نجس لما بيرجع من السوق والاكل والقطعمه؟ اليهود بعدهم عايشين على مستوى القرن الاول حتى هلا بعدهم. نعم. يوم السبت ما بيشعلوا نار مثلا. مم. ما بيشعلوا نار. كل القضايا هالقضايا اللي بنسميها وصايا بشريه على ماشي. بس على كل هالقبل شو نحن اليوم؟ نحن اليوم اذا انا شخص مش من ديني ابسلم مش علي. كيف نحن فازل كلنا سوا على صورة الله؟ نعم. كيف أنا صورة الله يعني؟ فهمتي كيف؟ لما أنا مثلا ما بيكل هالأكل إلا بهالطريقة هيدي، وين كل شيء هو حسن؟ يعني نحن على روح ضد كلام الله، فهمتي كيف؟ نعم. إنه هالشيء هذا أنا ما بيكل، ما إذا ربنا خلق بيقول لك خلق كل الحيوانات، كل الزواحف، كل بدي كيف خلقهم، ورأى الله أن ذلك حسن، هي ما تعلمش على وسيط الله نحن. بلش باليهود اليوم نحن اليوم شوف شو الصراع اليوم بالكنيسة بالهند. شو الصراع؟ الصراع يا بنتي بكنيسة الهند انه في ناس اول شيء مش لازم يسلم عليهم. ليش بيسلم عليهم؟ او بيشوف يسموهم الفرنساوي باريا منبوذين. ليش بيسلمون؟ تاني شيء ليش انا مثلا اذا كان فجل او بطاطا من تحت الارض اباكلوش، بينما اذا نزل كذا بكذا تشوف قديش بعدنا معترين؟ يعني بعدنا على مستوى القرون، مش القرون الوسطى، ما قبل المسيح. طيب مصدر منين اجت هيدي الافكار؟ منين دخلت؟ ما حدا بيعرف من وين. ما انت قلتي يا احنا هيئنا الامور مع بعضنا. كثير مهمه يا بنتي. اليوم اجوا جربوا مثلا شو قالوا بسفر اللاويين؟ نحن بناكل اذا الحيوان أظفاره مشقوقة وهو من الثديين يعني بيرضعوا منه لهذا. رجع قال لا بس في الجمل كذا، كيف بدنا نعملها هيدي؟ وفي الأرنب وفي كذا. شفتي كيف؟ صاروا عن يلاقوا قاعدة عامة، بس ما في قاعدة عامة. شغلة عمرها مليون سنة وبعدنا عايشين تحت منها وبنحاكم الناس. يعني إذا أنت مثلا بيقولوا مثلا عند اليهود كشر، اذا انت ما كلتش كشر يا معتر عليك، وانت اذا ما كلتش حلال يا معتر عليك. يعني شو صار نحن؟ صار نحن بدنا نظبط الامور الاكل. فهمتي كيف؟ حتى نحن الاساس، مش الله هو الاساس. مش الله خلقنا هودي، نحن الاساس. ونحن بنعلم الله كيف لازم ياكل، كيف لازم يشرب، كيف لازم نعيش مع بعضنا واخوه واخوات. وهذه هي الخطية الأصلية. إذا بدنا أنه الإنسان هو عمل حاله إله بدل الله وصار يحط إذا بدي كتير مهمة. طيب. في سؤال ثاني بعد؟ إيه نعم كمان. طيب شو كان العقاب للي كانوا يخالفوا هيدا الشريعة؟ يعني يلي كانوا يرجموه يأكلوا بلا ما يكونوا لاش هلا ما سمعتش أخبار يوم صالبين اثنين بحس ما صابوا اليوم؟ يوم
2015 صلبين اثنين لان ما صاموا؟ لان ما صاموا، اكلوا على الطريق. هيدا ما بتعرفي انت قديش بعدنا نحن عم نعمل، نحن عم نعمل محل الله الرحيم. واذا واحد اكل بركي مريض، بركي صار في شيء ثاني، بصلبوا على الحيره؟ لو كنت قال لك هلا الله صلبوا يعني؟ اذا انت بس ابنك مثلا ما صام بتصلبيه؟ تجلديه؟ اذا نحن بقد نحن في اشياء كثير مهمه، نحن بعدنا عايشين عبيد. طيب مسنان، هو الصوم، هل الصوم هو مطلب الهي؟ لا، كمان مطلب بشري. ابدا، انه الانسان هو اللي حطه، حتى الصوم يعني بالمسيحيه. بالمسيحيه مثلا بيقول لك اذا حبيت تصومي بتصومي، هيك بتخبري حدا، فهمتي كيف؟ اذا حبيت تصلي ما هدك يعني، كل مره في اجباري وبيد بشريه وبالسيف عليا، فهمتي كيف؟ علي ما هي ضد الله، كليا ضد الله. ممنوع يكون في اي اجباري، حتى الصلاه. انت اليوم اذا ابنك نعسان تجلديه حتى قوم يصلي؟ بدون نعسان تركيه ينام، يمكن صلي بعدين. ثاني شيء، اليوم محبه الله والتعبد لله هو حر، تعبد لعبيد ربنا ما بده شيء، ربنا ما بده اياه، ربنا بده ايانا احرار نطلع لفوق ونتهتم بامور كلها سوا، ومش نحن بدنا نمشي قانون الله. اتركوا الله بيعرف مشي قانونه. هل الله عنده قوانين؟ هل الله عنده قوانين؟ يعني اذا بنطلع بنلاقي انه كل قوانين بشريه. ما انت قلت هلا الانسان عمل حاله الله من اول تكي، ما انت قلت يا بنتي ما انا عملت حالي الله. نعم. وانا محل الله، وانا بعاقب، وانا بعطي قوانين، وانا بعمل فتوى، وانا هيدي بشيلها، وانا هيدي بحطها. وهذا المؤسف، وهذا تطهيرها لعلامه انه بلدان حكينا عنه ان كان هوني او كان الهند، ليش متاخرين هالقد؟ هذا علامه التاخر. تاخر. تاخر. بعد ما اليوم نحن الميراث بكل فرح بياخذوا الميراث، بس ما بنضل عليه، وما بنضل انه استرجوا تحركوا منه. اليوم نحن اليوم شو حلو بالشرنقه، تضل الشرنقه جوا، الشرنقه لا، بدها تطير الشرنقه وبدي يطلع من الخيطان. يعني مونسينيور فينا نقول انه يسوع المسيح اجى ليحررنا من كل هيدي القيود يلي واضعينا كانوا البشر على حالهم، ما حدا وضع عليهم. طيب اذا بنرجع للنص، بنرجع للايه 8. ايه، انتم تؤمنون وصيه الله وتتمسكون بتقاليد البشر. اعطيك الجواب يعني بالفصل ذاته 7 ايه 19. وفي قوله هذا جعل يسوع الاطعمه كلها طاهرة. الأطعمة كلها طاهرة. ما في شيء، مثلا احنا ما بناكلش حيات، في ناس بياكلوا حيات غير بطرة. شو بدها؟ في ناس بياكلوا فيران. بياكل شو؟ اليوم لا، اليوم إذا كلها طاهرة، إذا كلها حسنة، ليش أنا بدي بهذا كذا؟ بعدين المهم غسل إيدي ما غسل قلبي. المهم غسل الهيرة، غسل تبية، غسل السادة، وبحكي بحق الناس. نعم، كتير مهمة هيدي. 9، فإذا هوني تهملون وصية الله، كتير بعوايدنا بدنا نحن نحكم عليها على أساس وصية الله. مثل ما قلتها في ساعة مثلا، اليوم فلان مثلا هذا مثلا عندنا مثل اخذ الطار مش معيار. شو معناته؟ يعني اذا انا اخذ طاري ما فيك تعايريني، عملت شيء منيح جدا جدا. جدا جدا. اخذ طاري باي ظرف، هو جرحني بيجرح وبيجرح جده. قال لي كلمه بقول له 15 كلمه. بأوصي. هيك الناس، يعي بالشوب، يا سافل، يا واطي. هذا الناس. بينما الاجيب بقول لا. هو كان بالعنف، انت اغلبه باللطف. لانه اذا كان هو عنيف وانت عنيف، ما تحس ما كنتوا احسن من بعض. العنف يعني لا، كيف سب اللي بقى سبيت له، شو تغيرتوا على بعضكم؟ نعم. اذا كثير عادات بشريه عم بتضيع الانجيل كله سوا، وعم بتضيع كلام الله. وقال لهم: ما ابرعكم في نقض شريعه الله لتحافظوا على تقاليدكم.
شفتي ليش هجمت التقاليد فوق، نعم، وهجمت تحت وهجمت الوراثة، لأنه الإنجيل قال لي لازم أقول هيك. أنتوا شو عملتوا؟ تركتوا شريعة الله وتقاليدكم. هيك كانوا يعملوا وهيك نحن بنعمل. هذا البشع، شفتي كيف؟ اليوم مثلا كانوا يعملوا هيك، هالشيء كان منيح. تاني شيء اليوم لما بيقول لهم مار بولس أنتوا كنتم في الماضي، هلا تغيرتوا. هذا عظمة، كنتم في الماضي هلا تغيرتوا، ما بقى لكم حق. بيقول لهم كنتوا تعملوا أعمال الجسد من الزنا كذا كذا، الآن في أعمال الروح. فأذن هون إذا بدنا يسوع عم بيغير كل حياتنا الماضية، وإذا ما تغيرت حياتنا الماضية ما عملنا شيء، وبعدنا خارج الوصايا. من هيك بيقول لهم هون تقاليد أهم من الشريعة. بعطيك مثل، بس بالسودان إذا شخص ماتت مرته لازم خيو ياخدها، ولو كان خوري بده ياخدها. هاي التقاليد، هاي التقاليد. شو أهم؟ إنه ناخد 3-4 نسوان ونحن مسيحيين؟ قال موسى، لكن شو هالفن اللي عندهم؟ أكرم أباك وأمك، في أحلى منها، أحلى وصية. ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. هاي مأكد ما بتسوى، ولكن في احترام الأهل مش عاطلة، هي الوصية واحدة، هن زادوا هيدي. هلا أما أنتم فتقولون، انتبه، قال الله وأنتم تقولون. أما أنتم، إذا بتنتبه يسوع شو قال يسوع؟ قالوا لكم. أما أنا فأقول لكم. أما أنا فأقول لكم، مش أنا بقول لكم وأنتم بتقولوا مثل بدكم. كثير مهمة هل أنتم هيدي. قالوا لكم هاي الوصية، أما أنتم فتقولون، وهيدي أهم، وهي بدنا نعملها. إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما هذا قربان، أي تقدما لله. فإذا أنا عندي رزقات وعندي خيرات، هم قدمون لله. بس شو كنوا مزبطين هن؟ إذا مقدمينهم لله ما حدا بدق فيهم. لا، إنه هود مقدمينهم لله، مقدمون لله، وأنا بالشركة مع الله. هل إنه بي ماتوا من الجوع يشتفروا؟ لك شو بقول؟ يعفى من مساعدة أبيه وأمه. فإذا شفنا وين التقاليد، وشفنا وين هالأشياء اتعودنا عليها وخلقناها نحنا، وشو بقولهم يسوع؟ تبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثوها. لاشي الكلمة كم مرة جيت تتوارثون. تقاليد، تقاليد كتير مهمة. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها. وهون بيكمل يسوع كتير مهمة، بيقول اليوم أنا شو أكلت؟ إذا أكلت شيء نجس أنا ما بتنجس. وين نجاسة؟ نجاسة اللي أنا يخرج من الإنسان، يخرج مني نجس. وهيدي كتير قوية، بقول هون ب15 ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. وبيعطينا إياها بال21، الأفكار الشريرة، الفسق، السرقة، القتل، الزنا، الطمع، الخبز، الغش، الفجور، الحسد، النميمة، الكبرياء، والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه. أعطانا غير مفهوم للنجاسة هلأ هون كليا. يعني صارت مثلا اليوم مثلا أنت ذكرنا هك الساعة، نحن هك الساعة، مثلا شخص أبرص لمسه يسوع، توقف، بتضل منجس كل الوقت. حكينا عن شو اسمه، عن المرأة النازفة. إذا المرأة النازفة قعدت على كرسي، قعدت على كرسي وراحت، بعد أنا بصير نجس كل النهار؟ لا. فإذا بنبدأ كل واحد
بيضل حامل ورا منه بعش انتباه. تتشوف اداش فيه اشياء. والمؤسف بعد موجودي هلا حد هلا بعد موجودي. انا وقت كنت خور جديد مرة مولدة قالت لي ابونا ما تفوتني على كنيسة ليش يا بنتي؟ قالت لي انا منجسي. شو منجسي يا بنتي؟ شو منجسي؟ ونشكر الله راحت هيدي. شو منجسي يا بنتي؟ قالت لي بقى انا ولدت. ولدتي؟ انت عملتي احلى عمل بالكون. عملتي احلى عمل بالكون. انت منجسي؟ كنت اخذها امسكها بايدي واخذها لهونيك. حتى مثلا ليش كانوا ينتبهوا انه ليله العرس كيف كيف بتكون العروس؟ هو كلهم سوا هيدي اذلال للمراه. ما يتمنى على صوره الله. هي عبدي وهي تحت امري. شو ابشع منها؟ يبقوا يعملوا اشياء معتره للعروس خاصه اذا كانت صغيره العمر. فهمتي كيف؟ يذلوها قد الدنيا انه هي منها شيء. من هيك بكرم ان شاء الله بنعمل هالاشياء. لما ربنا خدع بقول لما ربنا رمزيا خدع المراه ما اخذ عظم من اجر الزلمه حتى ما من شيء عبدي عنده. نعم اخذ من انصاره المحبه. فاذا هاو بنشوف اذا بدنا نعمل هلا مع المكر اذا فينا نعمل 10 حلقات على الاشياء اللي نحن بنسيطر فيها على كلام الله وعلى وصايا الله. نعم. حتى مثلا ايش بيقولوا لك الشباب مثلا انا ابني ما بيسرق كذا لكن ابني بيزني وهيدي فخ صار رجال. شوفي هالاشياء الموجوده عندها. نعم. والزلمه بيزني معلش يزني شو بصير؟ شو بصير؟ بتشوفي كل الاشياء هودي ضد وصايا الله. انا مره قالوا لي اياها قالوا شو عم تحكي بتقلنا في زنا كل ما هو خارج الفراش الزوجي ما كلهم بيعملوا هيك. قلت له فاذا نحن رح نغير الانجيل حتى يكون متى بدهم كلهم. مش معناتها كلهم عملوا يعني صار صح. خصوصا انه الانجيل واضح. هل انت غلطت رحت عملت زنا او كذا او مثلا بعت مرتك وبعت اولادك مشان لزتك انت عملت بس ما بتقولش انك انت معك حق والانجيل مغلط. نعم. طيب مونسيور يسوع المسيح لما اجى على الارض ما منشوف انه هالقد يعني حاول يمكن يحررنا من بعض التقاليد وهيك ولكنه اخضع حاله للشريعه البشريه بامور كثيره كمان. يعني اذا اخذنا اي شريعه بشريه أو اي شريعه بشريه خضع لها تركي وقت كان طفل اذا قلنا الصوم مثلا هلا ايه. حكينا عن الصوم ولا مره لازم تصومه بس هو صام يعني عمل مثل ما كانوا يعملوا هو عمل صام مثل ما كانوا يعملوا الشريعة يوم يعني. الصيام اللي عمله هو كثير مهمة وهذا مهم. أول شيء في صوم والصيام مهم في يصلي والصلاة مهمة بس ما قال لك إذا ما بتصوم بحطك بالحبس. هذا الأساس. ثاني شيء اليوم الصوم كثير مناسبة مهمة جدا. لما بجوع انا جسدي بعبيه من ربي. من اهم شيء بتاريخ البشريه كلها هو اهميه الصوم. لما انا بصوم حالي صرت مستعد اني امتلي من ربنا لانه نحن بنعرف كلها سوا. حتى بربولس بيقول الهتهم بطنهم. الانسان بيكون بطنه مليان وبيعرفش ايش بده ياكل. فهمت كيف؟ لا بقى في يفكر ولا بقى في يصلي ولا بقى في يفكر بالناس اللي حوالي. بعد انا اللي بصوم بحس مع الجيعان. ونحن مثلا من نحن بالمسيحيه لما بنصوم بيقول لنا القديس باسيل بيكون عندك تمين تم بتصومه وتم بتطعميه. يعني نحن 10 شباب او 10 اشخاص بالبيت صمنا وفرنا اكل وايش؟ القلب احنا طعنا عنهم. انا مثلا بقولوا انا مثلا ما باكل شوكولا بالصوم. بقول له ايه؟ تاكل كل يوم اصبع ليش بيكلف 2000 ليرة بتشيل كل شهر 60,000 ليرة تعطيها الفقراء ولا صيامك ملوش طعمه. فهذا اليوم الصوم والاختلاء من اجل الصلاه هي اجمل شيء بالدنيا كلها سوا. اجمل شيء لانه هيدي حتى عندنا الحبس هذا احنا بياكلوا مره بالنهار. وحكينا مره عن كان في حبيس باصحيه اذا بعرفه انا ما لحقش ما شرب الانا
لكن بعرف كان ياكل بايام الصوم مره كل يومين. ساعتها بيتحرر من اشياء عديده، من شهوه الاكل، من الركض. شو الفرق مثلا بين الانسان والحيوان؟ الحيوان بيشوف اكل بيركض، الانسان لا. بس اذا جينا ناكل نحن مش بيقعد اول يبلش ياكل، لا، نحن بشر. فهمتي كيف؟ فاذا هودي كل مره في عنف واكراه شو ما كان العمل يكون. يعني مثلا خدي انا مثلا رسموني كاهن بالاكراه، انا ماني كاهن. زواج بالاكراه منو زواج، منو زواج ابدا. نحن بالمسيحيه ما في اكراه، كله نحن ابناء الله، نحن ابناء وبنات الله. فاذا الواحد ما صام، نحن هلا مثلا قديس، ما حدا مزوج على القديس، ما حكينا عن الزواج. ليش واحد بيتجوز مدى بيتسبت منه؟ انا ماليش دخل معه انا. هلا اليوم اذا الانسان ما بيروح على القديس يعتبر تقريبا نجس، يعني لما بنقول انه لا 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 جميل، ولا مره بنعتبره نجس، خطيه خاطئه، ولا في خطيه كمان بلا هيك علمونا انه اجباري كل احد نروح على القديس، والا هيدا خطيه مربوطة نعاقب عليها، حتى انه يعاقبنا الله عليها هيدي الخطيه اذا ما رحنا على القديس. ما حلو، هو الحلو عفيك عجبت كثير هيدي، اذا الناس ما عاقبونا الله بيعاقبنا، الله بيعاقبنا. بس اذا انا اليوم عندي صوم لازم صوم انا، بس في اكل بالبيت معلش ما حدا شافني، بس الله بيعاقبني. اذا انا الله شايف، الله شايف كل شيء، الله شايف كل شيء، وهذا البشع كله سوا. لما بنعيش كثير حلو هيك عندك هيدي، لما بنعيش نحن بجو العقاب، بجو الخوف، اذا صليت او ما صليت. انا ما كبرتك مره هوني كانت وحده قالت لي انا ما صليت، ما سمحت العاده ما تخنقني. زعلت العذراء كثير منها وقتها، خنقتها يا حرام بالله، خنقتها العذراء. ايه قلت لها حبيبتي انا بكون جيت مثلا تعبان ما قدرت صليت، ما سمحت صليت ثاني يوم، بس بقول لها يا عذراء مدي زندك وخليني مع زندك. يا رب انا بحبك مثل ابنك ومثل بنتك. نعم. شو هيدا؟ نحن كل مره بقول له قال الرب، اما انتم، يعني نحن البشر بنقول، نحن بنفرض على الناس كيف بدنا يصوموا وكيف بدنا ياكلوا وكيف بدنا يشربوا وكيف بدنا يغسلوا وكيف بدنا يناموا كل شيء. هيدي علامه عن نبقي شعبنا عبيد، وراح نضل العالم راح يصفي على القمر ونحن بعدنا عبيد، بعدنا شايفين كيف بياكل فلان او ما بياكل وايش عم ياكل والى اخره. يعني ما فينا ننكر اليوم ابونا مونسيور انه الكنيسه فيها كثير من هيدول تقاليد البشر. كنيستنا اليوم يعني بعدها حاويه من تقاليد البشر. هلا كل مره بتفرض غلطانه. ما في، كل مره بتفرض غلطانه. مثلا انت حكيت عن القديس يوم الاحد، يوم شخص ما قدس الاحد، نام وطول بالنوم، ودي على جهنم تاني يوم. انا مثلا كيف بقول له؟ بس انا بقول له يا ابني اليوم اجتماع الاحد بيعطينا قوه نكون مع بعضنا. اي ساعه انا مثلا بقول له اغلط بيحتقر الاحد، شو يوم الاحد؟ لا انت عم تحتقر الله. شفتي كيف؟ شو يوم العيد؟ احنا مش عاوزين حدا حبيبي، ولا بدي اروح كذا، واشو القديس؟ لا صار في احتقار. بينما اليوم شخص لا نحسب انه ماشي، مرة عنده أولاد صغار ما يلعق قديس، شو بعمل فيها؟ بينما في أماكن بعرفها كتير إذا المرأة شو ما كانت تكون وما قدرت صامت اليوم بدها تعوض عنه بعدين. يعني أكيد الله بفضل أنه ما نروح على القديس، ساعتها اللي بدنا نروح على القديس خوفا منه لحتى ما يضربنا أو ما يعاقبنا أو ما يودينا على جهنم. أول شيء ما خلي ربنا برا، اتركه برا. أنا بحب روح على القديس يوم الحد حتى التقي بالجماعة، حتى نتقوى مع بعضنا. لأنه اليوم إذا أنا بدي أضرب ابني فلق أنه ما راح على القديس، شو ربيت فيه؟ بس بتعرف يمكن مونسنيور لو ما الكنيسة بتكون هالقد صارمة بهيدي الأمور، ربما الكنيس بتكون فاضية، فيمكن لهيدا الأساس السبب. هي نحن بعد صار مش صار، نحن أول شيء حتى مش صار بتعيد اليوم خلص، حتى نحن بالشارع مش موجودين، بس بالغرب بحر بوشي. أنا هيك الكنيسة هونيك فاضية. وين؟ بالغرب كنيسة فاضية، يمكن لأنه الكنيسة تراخت يعني هالقد بطلت مشددة مثل هون. أول شيء ما يروجوا الكنائس فاضية، هن ما بيعرفوا. أنا كنت بالرعاية بدي منهم، أنا بيحكوا الناس هلا مثلا بالمدن الكبيرة مأكد، بس أنا بعرف مثلا بروح مثلا على مناطق مثلا
مثل تولوز او بوردو او 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 بزنسون، بعرف الكنيسه فاضيه مليانه انا بعرف. نعم. لا بالقلب، بس نحن وين الاساس يا بنتي؟ نحن الاساس انه انا بفضل 100 مره تكون فاضيه الكنيسه. ما يكون رايح غصب عنه الواحد او خوفا من الله. شو خبري؟ لانه هي اشعاره على جهنم وكذا. اليوم اذا اليوم عيد امي وانا جاي لعندها وغصب عني، ليش؟ امي بتقول لي حبيبي بلا عيدك، والامي حب السما هلا نعم. ايه بس هلا ذكرناها، فهمتي كيف؟ اليوم نحن اهم شيء، لا ادعوكم بعد عبيدا لان العبد لا يعرف اراده سيده. نعم. انتم احباء لاني اخبرتكم بكل ما عند ابي. هذا مستوى المؤمن، شو ما كان يكون، ان كان بالهند، ان كان مسلم، ان كان مسيحي، ان كان درزي، سمي اللي بدك اياه، حتى ملحد. يعني الله عم يدعينا لعلاقه حب معه مش لعلاقه خوف، وبس ما بدنا نستغل هيدي الحب، يعني انه لانه الله بحبني لو شو ما عملت خلص يلا حبيبتي. بدنا نستغل، ليش انت بيستغلش حبك ولاديك؟ اوقات مبلا وبكون كثير مبسوطه. ابيش استغل، انا ضد المبدا كله سوا. نعم. ربنا دائما هو المحب. نطر ابن الضال دايش وخرب البيت والدنيا كلها سوا، وبس اجا غمروا. بس انا ممنوع مثلا، ربنا سمح ضده، ربنا كل هود ضده، ربنا هو قلب مفتوح، كل تك ناطرنا. ما صمت اليوم صوم بكره اذا بدي، ما صليت هلا بصلي بكره، ما عملتش خير هالمره قسيت قلبي الثاني بعمل. لذلك ربنا هو المحبه، هو بيرافقنا وبيعرف ان نحن من طين ونحن متعب. مثلا شغيل شاغل كل يوم 12 13 ساعه، نام يوم الاحد وما لحق شيء يقدس، خربت الدنيا والارض. ليش بالماضي كان ممنوع نحن ناكل الا من نص ليل للقداس لبعد المنام؟ انا كنت صغير مرتين ثلاثه واقع بالكنيسه بوجعني قلبي. اليوم مثلا بيقول لك لا، فيك تتروق وتروح على القداس، لانه يسوع عمل عشاء سري وبعدين تناوله. في اشياء عديده، الاكل ما بنجس، وانت معك حق الكنيسه في مرات كانت هذا، بس انا بقول كل مره في اكراه، في اجباري، في استعباد، هذا ضد الله. ضد الله، الله ما بده اياه. نعم. في عندي هلا بدي انتقل قبل البريك للايميل، واحد من خينا مازن يلي بتابعنا دائما وبنوجه له تحيه، عم بيسال مونسيور من وحي موضوعنا، في احدى الكنائس اذا اصبح زواج مثلي في الهيكل، يعني في الكنيسه، هل سوف يتدنس الهيكل؟ وهل يجوز الصلاه في هذه الكنيسه مره اخرى ام لا؟ يعني هذا من واحد موضوع. اول شيء ما في شيء كنيسه بتنجس، ما في شيء بتنجس، بس انا باخذ المبدا الثاني مهم جدا، بيقول اذا الاكل بشكك اخي لن اكل بحياتي، واذا الزواج بس بالكنيسه بشكك الناس افضل ما تعمل بالكنيسه. شفتي كيف؟ دي انا اخذت مبدا الثاني ابدا. شو بعمل نعمل؟ فهمتي كيف؟ اذا خوري مثلا لا سمح الله عمل حركه مش عم بالكنيسه وشكك الناس، شو بقول انجيل؟ بدي علق له راح الحمار كبه بالبحر. نعم. اذا المهم نشكك الناس، هاي ممنوع. الكنيسه لا بتتنجس ولا شيء، حضور الله بيقدسها، مش عاوزين هالشيء كل سوا. نعم. وشو ما عملنا ما رح ندنس الله يعني او ننجس الله. نعم. عنده سؤال تاني كمان مازن، بيقول اذا يوجد اشخاص من غير ديانات وانهم قرأوا الاناجيل سوف يشاهدون ان هناك اختلافات في القراءة، فكيف نستطيع ان نفهمهم ونفهمهم ولماذا لا تتوحد الاناجيل في الكتابة وتصبح واحدة من حيث قراءتها؟ جربوا يوحدوا، عمل الثورة بالكنيسة، ممنوع انه نوحد الاناجيل. لانه نحن عنا مش بس اربع انجيل، عنا 27 انجيل، لانه رسالة روما انجيل، اعمال الرسل انجيل، نحن ممنوع. نحن من نطال يسوع، نحن ما نش عن نعمل خبرية يسوع، نحن عن نعمل نظرة الى يسوع، متى نظرة الى يسوع بشي، وماركوس وانت بتنظر ليسوع وانا بظهر ليسوع وسبع مليارات انسان بيطلعوا الى يسوع. فاذا نحن ممنوع نوحد الانجيل لانه منشوهه ابدا، وهي اكبر خطيه لما بنجمع الانجيل. انا بقول لهم دائما
ما بتخلطوا انجيل بانجيل. انجيل، فكيف اذا بدنا نجمعهم؟ فاذا مشاهدينا نتوقف هلا مع استراحه ومنتابع من بعد لقائنا وتلقي اتصالاتكم. وصلنا مشاهدينا للقسم الثالث والاخير من حلقتنا لليوم، هالقسم مخصص لاتصالاتكم، فاذا بتحبوا تشاركونا بحلقتنا، اذا بتحبوا تطرحوا اي سؤال حول موضوعنا او من الكتاب المقدس لحتى تكونوا عم تتعمقوا اكثر بالحياه الروحيه، فيكم تتصلوا فينا على 01-255-500، وإذا كنتوا خارج لبنان ما تنسوا تحطوا الكود 00961-255-500. بحب ذكر المشاهدين أنه الأسبوع المقبل موضوعنا هو من العنف إلى المحبة والسلام، أفاسوس. نعم، أفاسوس 2. نعم، 11-18. أوكي، فإذا للمشاهدين بولس بحبوا يكونوا عم بيحضروا هيدا الموضوع قبل الحلقة المقبلة، هو من العنف إلى المحبة والسلام، أفسس الفصل 2 من الآية 11 للآية 18. بسط منك قلتي إذا عندكم سؤال من الكتاب المقدس. نعم، هون كتاب مقدس. بس إذا عندهم غير كتاب مقدس كمان بيقدروا يطرحوه ونحن بنشوف إذا بنجاوب يما لا. إذا عندنا حرية نعم نعرف، نحن إمكانياتنا محدودة. رح نبدأ مع الاتصال الأول. سلام المسيح. لازم تحطوا صوت التلفزيون شوي لانه ايه. نعم، الو الو الو، بونسوار. بونسوار، مين معنا؟ معك فيكان. سلام المسيح معك ومع المونسينيور. اهلين فيكان، الله يخليك مونسينيور. نحن عطور عم نتنور بخبرتك الروحيه. كنت بدي احب اقرا اذا في مجال شي ايتين ثلاثه من انجيل يوحنا. كنت بس بدي دل كمان يعني لكلامك اللي هو كلام حق، انه الفريسيين كل عمرهم ربنا سماهم بكتير محلات بالانجيل اولاد ابليس وكانوا يحاربوا المسيح. بدي اقرا باصحاح 8 الايه 38 لل 41. أنا أتكلم بما رأيته عند أبي وأنتم تعملون ما سمعتم من أبيكم. فقالوا له أبونا هو إبراهيم. فأجابهم يسوع، لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمتكم بالحق كما سمعتموه من الله، ولهذا العمل ما عمله إبراهيم. يعني هذا اللي قلته إبراهيم ما عمله هيك. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له وما نحن أولاد زنا وأنا ولنا أب واحد هو الله. هون وما نحن أولاد زنا ما قصدوا يجرحوا يسوع، لأنه ما كانوا عارفين أنه هم مريم حبلت من روح القدس. هني عيشوا لا 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 مريم وقتها. لا لا، ما لهاش معنى أبدا. مش عارفين أول شيء من أمه من بيو، مش عارفين أبدا حبيبي. هني غلطوا. إذا بتنتبه بالفصل 6 وبعدين بيقول كمان حسبوا يسوع من الجليل وقالوا مأكد يسوع منه جاي بيت لحم. لا، هن زينة، يعني بدي نقوله زينة بالمعنى الرمزي. نحن منش وثنيين. اللي بيكون زينة هو خيانة الله، مثل ما الزينة خيانة بين الرجل والمرأة، بين الإنسان والله الزينة هي خيانة الله، يعني عبادة الأوثان. ما فيش أي علاقة بمريم العذراء. ميرسي كثير لسؤالك. نعم، يا ابونا. ميرسي كان، نشكر اتصالك وبناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح بقلبكم. بقلبك. يسعد مساكم. يا اهلا توني، تفضل. مونسينيور بولوس، مسيك بالخير. بألف خير. انا اكيد انه نفس الامك بالسما، انا اكيد على الخلف الحلوه. ايه مأكد. طول عمرك. النظافه من الايمان. ايه. يا ريت نغسل قلوبنا بمحبه الرب. ايه حبيبي. مونسينيور بولوس. على كثر من امثالك، وبحب لك اوقات انا بقول لحالي يا ريت خليت على ايام ربنا يسوع المسيح، يعني على ايامه، يعني تبقى سكنني بصلاتك انا طوني وكل المشاهدين والمجد لله. خلينا اياك دائما لله حبيبي، وشكرا لكلامك. نعم، ناخذ كمان اتصال. سلام المسيح. الو الو. نعم، الو، مساء الخير. اهلا، مساء النور دكتور نعيم غبغط. اهلا وسهلا. رائع رائع مونسينيور.
نتمنى انك تضلك على طول نستنير بهالاراء الحلوه. بس في عندي سؤال، كيف ممكن ان قارب بين اب وابن روح قدس اله واحد امين وبين الهنا عائله؟ تعلمنا نحن بدل المخلص بحمامة انه في نوع من الصفه عند الاله، كانوا يعطونا مثل مثل الماء والجليد او النور، كيف ممكن نقرب بين هذين الاثنين؟ هن بالماضي حتى كان يعطوا مثلا الشمس والأشعة والنور والحرارة، كان يعطوا أشياء عديدة. بالنسبة أنا اليوم بحياتي الشخصية أنا بقول لهم ربنا هو عائلة، هو أب وأم الله، ويسوع المسيح هو ابنه، والروح القدس هو الحب الذي يجمع أول شيء الآب والابن ويجمع البشرية كلها سوا. أجمل صورة عن الله مش أنه واحد أعرفاء بالسماء، لا، الله هو عائلة، ومدعوين كلنا سوا 7 مليارات اليوم بالعالم مدعوين حتى نكون بحضن الآب السماوي، وهو حضنه بساعة 70 مليار و7 مليارات. أجمل شيء أنا بقول له يا ربنا أنا بيبي وأنا نايم بحضنك، حتى بقول له شو الموت كون بحض اليمين بدنا لحض الشمال. هذا أجمل شيء، نحن بعائلة، ويسوع المسيح ما بقى الابن الوحيد، صار بيقول له بالإنجيل هو بكر إخوة وأخوات عديدين. خلص. نعم، نشكر اتصالك خينا. بناخذ كمان اتصال. سلام المسيح. سلام المسيح معك. بونسوار لإلك ولأبونا بولس. أهلا. أبونا كنت عم تقول قبل شوي إنه يلي ما بيروح على القداس الأحد إذا مثلا كان مشغول أو عنده ارتباطات منا خطية، بس نحن الكنيسة يعني وصايا الكنيسة إنه قدس يوم الأحد والأعياد، والكنيسة بتعلمنا إنه خطية مميتة يعني إذا ما قدسنا الأحد يعني. فكيف فينا نوفق يعني بين أهلا؟ أول شيء هل تعلم الكنيسة من البشر أو من الله؟ ما لا بلاش ولا افتح الفتوح هنا حبيبتي. أول شيء معك حق، اليوم أنا مثلا شاغل الساعة 2 بعد نصف ليل وموعيد ما رحت على القداس، أو لي خطيب وبيتي مرة مستقيمة وأجل ليك بتسقيم بتصير عندها هيدا خطيب وميتي، أو ليك مرة عندها 3 ولاد صغيرين ما عندها حد ينطل أيام، أو ليك خطيب وميتي. أي متى في خطيب وميتي؟ في خطيب وميتي لما يكون في استلشاء أو لا سمح الله شو القداس روحوا أنتوا اصطفلوا، هاولي بصير خطية، لأن ساعتها منمس ببين السماوي ومننسى شو المنفع. بس اليوم إذا أنا عندي ظرف وما سمعت قداس أنا بخطى خطيب وميتي اللي بيقول لي كان إنه مغلط 100 مرة. نحن أول شيء، تاني شيء أنا دايما بقول لهم إذا أنت ما قدرت تسمع قداس حلو، أول شيء تفتح الإنجيل تقري وتشارك بالقداس من بعيد. نعم، نشكر اتصالك ونأخذ اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح معك. بونسوار. بونسوار. أحب أسأل المونسينيور سؤال. نعم تفضل. هل مظبوط في ملاك برفقنا ولا هو الروح القدس اللي برفقنا دايما؟ ملاك الحارس يعني. أو الروح القدس اللي هو دايما برفقنا وهو اللي بدلنا وبوجهنا وبكون هو دايما يعني معنا، هل هو اللي بيكون روح القدس ولا الملاك؟ وهل الملاك مظبوط موجود يعني؟ أهلا وسهلا فيك. أول شيء إذا خدنا على مستوى الكنيسة كتير حلوة، على مستوى الكنيسة بيقلنا يسوع لن أترككم يتامى وأرسل إليكم الروح القدس. هلأ بإيمان المسيحي في ناس بينبسطوا كتير يحاكوا الله الأب. أنا مثلا كيف ما بقول له يا يسوع وينك يا يسوع، مثلا أنا بيجي على التليلومير
مش ملبك، لا مش ملبك. مر من اسبوعين قال لي اياها احد الاشخاص، بقول لهم انتم لستم المتكلمين، اروح قرص بتكلم فيكم. اذا فينا نحن حقيقة، نحن فيناش نحن نحيط بكل اليهود فرض ضربه. انا مثلا بقوم العب بكره بصير غني ليسوع قدوس القدوس، انا بغني له. هلا في غني الله الاب، مش ما في شيء يمنعه، مش ينحسوا من بعضهم. هلا بالنسبه للملاك، اذا بتقرا الكتاب المقدس دائما كان يعتبروا الملاك يهيئ الطريق لله. اذا اخذت فصل 3 من سفر خروج، مين حضر على موسى اول شيء؟ ملاك الرب. بعدين اختفى الملاك. هلا في ناس يعتبروا انه الملاك هو ملاك الحارس، مثلا بانجيل بخبر طوبيا الملاك رافائيل كان من سابق ده. هيدي عباده حلوه صغيره ما بيمنع، بس نحن نعرف ان كان الملاك بده يوصلنا لله، ان كان القديس بده يوصلنا لله، ان كان اي شخص بده يوصلنا لله. اذا ما وصلنا لله منضل بنص الطريق. نعم، شكرا على اتصالك واتصال جديد. سلام المسيح. الو الو. نعم الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ست عواطف، نكلم فيك من فرنسا. اهلين مدام عواطف، تفضلي. بالله انا تونسيه، باش نحاول ان شاء الله تفهمني، يعني تفهم لغتي. أنا عندي بنتي مريضة، يعني عندها مدة 8 سنوات، يعني تشوف حاجات مرعبة وتشوف حاجات حتى في اليقظة. وشندوش مشيت شفت إنسور يعني باش تقرأ عليها. تبدير أن فرانسيس يا سي بلي فاسيل بور توا. إيه وي فوالا، دونك جو سويز ألي فوار إن psychanalyste. Une sœur ici en France. Donc, elle m'a dit, je vais lui faire de l'exorcisme. Parce que votre fille est obsédée. Eh. Ah là. Donc, tu as l'arabe et l'idée, ça a été chef et rahbe, ou elle a été قسم عليا تشيل الشيطان منها. مبدئيا بالكنيسة دائما اللي عندها مسؤولية ان هن يعملوا تقسيم هن كهنة، فإذا ما في غير الكهنة بيعمل تقسيم مبدئيا. هل حسب في مرات بالكنيسة بدنا يعملوا تقسيم والمكان، وبدنا يعينوا المكان كهنة حتى يقسموا. هودي قضايا عديدة جديدة. أول شيء كتير مهمة، لما شخص بيكون عنده قضايا من هالنوع السيكناليست يعني المحلل، محلل نفسي، هو يمكن يشيل أشياء عديدة، ويمكن يكون عنده بتاريخها بحياتها إما مخاوف أو شيء عديدة أو قساوي بتربيتها أو بالمعلمة، ما بعرف وين بالبيت بالمعلمة أو أي رفقاتها، لذلك بيصير عنده هالبنمات أو الأشياء هذا. هون أهم شيء هو أول شيء أنت تصلي له، واحد. اثنين، تتعود ترافق يسوع، هي ترافق يسوع كل يوم، تقرأ بقطع صغير كل يوم تتعود ترافق يسوع. وثالث شيء تشوف محلل نفساني، هذا بيعطيه مناسبة حتى تشيل كل هالتقل اللي حملته من هي عمرها يمكن 6 أشهر أو سنة. نعم، نشكر اتصالك مدام عواطف، ونأخذ اتصال جديد. سلام المسيح. مصواصر وقتي. نعم صار وقتك. ايه نعم، نحن ناطرينك. نعم، مين معنا؟ الو، عندنا دوري انا؟ نعم دورك. ايه خلينا نفجر التربول اذا بيعرفني. بتحذروا لابونا بولوس؟ ايه عرفت مين هيدا ابونا اللي عم بحكي معنا؟ لا، اللي اسمه مصفار. اهلا. عندي ملاحظه صغيره للمستمعين. اول شيء انا بزعل صار بيقولوا لك مونسنيور، ما كلمه ابونا احلى. خليني ايش احلى من سيدنا واحلى من مونسنيور، احلى من كل شيء، كلمه بعينه. بعدين نحن ايامنا نحن صرنا نطلع مدمر شربل ما بنعرفه، مربولس ما بنعرفه، بس صرت نسمع كلامك هودي هذا بيقربنا المربولس المرشربل، وصلنا لله. فهودي ما بنعرف نحن ايماننا بهي اشخاص مثلك،
هذا بأمان الله هذا بكل صراحة. عرفتك من بشري أول شيء، أول شيء من بشري. برافو لك تاني واحد. بس عارف مين على المزبوط؟ تلميذك. حدا من تلميذك؟ لا بس أنا عندي كتير تلميذ. بس بتحبه كتير؟ يا حلا الحبيب. بتحب بيو كتير؟ عم بتصعب عليه للمسنيات. بتحب بيو كتير؟ بيو راح على السماء يا بارو على الأرض بيو؟ لا طلع على السماء وكان صعب أنتو يا يخدم بالكنيسة. كنش أنطوان جبور. يوسف جبور؟ يوسف فياض. اوه انت ابن مين انت؟ ريمو. انت اهلا بريمو، ما صار لي اسمع صوتك. اهلا فيك يا حبيبي، اهلا فيك. خلي لك اخوتك ميرسي لهالبونجور الحلو. خلي لي اياك يا رب. بدي اسالك سؤال صغير بس. قول حبيبي. لك مثلا يوم مثل المسيح بيقول مثلا الكذاب بيقولوا الشيطان ابو الكذب. ايه. ومربولس بيقول واخرجوا الخبيث من بينكم. ايه. لك انا مفروض فيي انا انه كل انسان كذاب او خبيث بحكي معه، اذا ما فينا صليني له لكن طلعنا الشيطان منه. كل انسان كذاب انا ببشري بيعرفوني، كل انسان كذاب يعني صار في مثل وثني وعشان ما بعرفه، كل انسان خبيث ما بتعرفه. هل معك خبر انك انت ذكرت الانجيل من دون ما انتبهت؟ افتح انجيل متى. افتح انجيل متى 18. ايه. وبيقول لك اذا اخذت عاتبه. تاني مرة خاد معه واحد تاني. تاني مرة شوف الكنيسة. ورابعا فليكن عندك كالعشار والوثني. اذا لما بتشوف انه باربع خمس مرات بتفتحي شيء وما نقصران ابدا. برافو. انا هذا بدي يعني ما يكون في عقد بقلب الانسان. ما هو يسوع اعطانا المثل، افتح متى تبقى انجيل متى فصل 18. ما حفظه ونشكر الله والحمد لله. اهلا وسهلا فيك، كثير بسطنا بسماع صوتك. وخلي لي شايبتك يا ابونا، انت مانك مصري انت بايي حبيبي. خلينا اياك حبيبي. خلي اياك انت، خلي لي طبعا. اهلا. بنشكر خينا يوسف على اتصاله. بناخذ كمان مشاركه. سلام المسيح. الو. الو. نعم سلام المسيح. الو. نعم بونسوار. الو. الو. سلام المسيح بقلبك. بالإذن من أبونا بولس، هالسؤال موجه للمدام حضرتك. ببداية الحديث قلتي بونسوار، قلتي بالحديث بالأول عن الصوم. نعم. بدك تفضي صوت التلفزيون من عندك عمول معروف. ايه عن ايه سامعينك. نحن عنا بالصوم 140 يوم بالسنة. نعم. والصوم المسيح بيقول ايه ليش عنا صوم 140 يوم؟ وقت الطلب التلاميذ من يسوع قالوا له نحن ما قدرنا نخرج هيدا الروح الشيطانية من الشخص. قالوا له هيدا ما بيخرج إلا بالصلاة والصوم. نعم. وهالمدام يمكن فسر عليها الأبونا اللي اتصلت من فرنسا وقال له إنه لازم تصلي وتصومي. فإذا الصوم نحن عنا هو تهذيب النفس، مثل المزارع بيشحل الكرمي بيشيل الكرمي الغصن اللي بزته بالنار. فإذا نحن كمسيحيين الصوم هو فرض علينا، لازم نصوم لحتى نرجع للرب. نعم. لأنه هو قوة الصلاة وقوة إيمان عنا بالخصوص هيدا. شكرا. هو شكراً سألك أنت جاوبي أنت. أنا ما بعتبره فرض لأنه بالدين المسيحية ما في شيء إجباري، أنا هيك بعتبر. وهيك بحب تكون علاقتي مع يسوع. أي. ما بحب شيء هيك إجباري. بس مش معناتها أنه الواحد ما يصوم أو أنه الصوم غلط. هي ما بتلغي هاي. أنا هيدي دايما كمان بالعهد القديم إذا مثلا في مرض أو في وباء كانوا كلهم يصوموا ويصلوا يقضوا نهارا بالصوم والصلاة. هيدي كتير مهمة. وحتى اليوم إذا عندي شيء أنا بصوم وبصلي هيدي حتى، وأنت قلت بفرغ قلبي حتى عبي من الله. إيه هي هيدا الهدف. بس الأكثرية يمكن من صوم إنه لحتى يرضى علينا الله وما يغضب علينا وما يقصصنا. يعني لما بنكون منطلقين بالصوم فرض من واجب. فكرة غلط نوصل، يعني ما بنوصل لنتيجة المرجوة. فرض واجب. بنشكر خينا على اتصاله. بناخد اتصال. نعم معك. نعم ألبو سلام المسيح. سلام المسيح معك. معك تفضل. بدي أحكي مع الأبونا بولس عمري معروف. أهلا أبونا سامعك. أبونا بولس
يعطيك العافية. الله يديم لنا إياك ويخلي لنا إياك على النعم. خلي لنا إياكم. النعم العظيمة. مرسي. أبونا أنت نور طريقنا. وأنت نورتنا كتير كتير كتير. فضلك علينا يعني عام فقروسنا. الله يخليك ويديمك ويعطيك القوة والعافية. ويديمك كل أيامنا بإذن الله وأيام أولادنا بإذن الله. خلي إياك حبيبي. الله يسلمك أبونا. أنا حابب بدي حابب وعظاتك بدي بأي أعرف بأي كنيسة حضرتك بتقدس. بتقدس أبونا. أنا بقدس بكفر حباب حبيبي. بكفر حباب بكفر حباب. أي ساعة يا أبونا؟ عادة عشية عندنا قداس كل يوم. قديس الكتاب معبد قديس الكتاب. الساعة 7 كل ليلة. الساعة 7 نعم. إيه ويوم الأحد عندنا قداس أو 11 أو 7. مثلا حد بكرة عندنا قدي الساعة 11. يعطيك العافية. يعطيك. في عندي رسالة أنا بدي سلمك إياها. أهلا. بدي حطها بين إيديك وأنت بين أبونا ومثل ما حضرته اللي قبل حكي معك أنت بين وهيدا دليل كبير 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 على قداستنا. أهلا وسهلا فيك. راح يدلوا نجس أكيد بده يصير طاهر. أهلا وسهلا فيك. خلينا إياك ومرسي لهالكلام وصلينا حتى نضل نسمع من روح القدس ونوصل كلمة الله. نعم. فإذا بنشكر خينا على اتصاله. هذا كان الاتصال الأخير وقتنا قرب على نهايته. بدي أتشكر كل الأشخاص يلي تبعونا الليلة ويلي أغنوا حلقتنا باتصالاتهم. بذكر أنه إعادة لهالحلقة للأشخاص اللي ما قدروا يتابعوها من الأول أو يلي بيحبوا يرجعوا يتعمقوا فيها مرة تانية فيهم يحضروها بكرة الأربعاء الساعة 3:15 عبر محطة نور الشرق والخميس الساعة 1 بعد الظهر عبر محطة نور سات. مونسيور بالختام مثل العادة بدنا نحمل زبادة روحية. يسوع قالنا كل الأطعمة طاهرة. واحدة بالنسبة للأكل. تاني شيء كل إنسان هو على صورة الله ومثاله. إذا أنا ما بحترمه ما احترمت الله. إذا احتقرته احتقرت الله. وإذا احترمته احترمت الله. أمين. أمين. شكرا مونسيور. بالختام بعتذر من كل الأشخاص اللي بعدهم عم بيحاولوا يتصلوا أو ناطرين على الخط ولكن الوقت انتهى. موعدنا مشاهدينا بيتجدد بإذن الله ثلاثة المقبل بنفس الوقت يعني ثلاثة ساعة 9:30 مساء مباشرة منكون معكم. حتى نلتقي بترك معكم سلام الرب يسوع. إلى اللقاء.